عشاق سيارات أول تايمر من أمثال هانكس جونتهاك يحبون قيادتها مكشوفة، وها هو يقود سيارة كارمن جيا صناعة هذا العام. هذه السيارة التي تشبه التقليدية خرجت للتو من المصنع، وتكاد تكون نسخة طبق الأصل من تلك الموجودة في ألمانيا منذ عام 55، وبمهارة يدوية أعاد الحياة إلى السيارة الأسطورة. إنها سيارة تقليدية بالكامل، وخاصة ما يوجد بداخلها. إنها تجسد متعة القيادة. فلدينا هنا سيارة كارمن جيا مزودة بتقنية سيارة الخنفساء، فهي تعيد عقارب الساعة إلى الوراء. عندما ظهرت سيارة كارمن جيا لأول مرة عام 55، كانت معبرة عن خفة روح الإيطاليين، وتم دمجها في الحياة الألمانية. كانت سيارة الشباب آنذاك، ورمز السيارة الرياضية ومتعة الحياة. شكل السيارة وهيكلها الخارجي كانا جذابين. لقد كانت رمز السيارة الرياضية وفخر شركة فولكسواجن. كانت السيارة بمقعدين متوفرة بموديلين كابريو ومكشوفة، وتسمى بورش لربة البيت. أضافت الشركة الألمانية كارمن تقنية سيارة الخنفساء من شركة فولكسواجن إلى هيكل سيارة من تصميم المكتب الإيطالي جيا، وهي وصفة سهلة استخدمها هاك. هذه السيارة ليست بموديل مزيف، لأن التزييف يعني التظاهر بأنها الموديل الأصلي، لكننا نقلنا ذلك الموديل وحاولنا الحفاظ على طابعه الأصلي قدر الإمكان. يبحث هانكس جونتهاك باستمرار عن موديلات فولكسواجن القديمة، فما يهمه هو ما يوجد خلف هيكل السيارة. الهدف الأساسي هو إعادة تلك السيارة إلى الحياة وجعلها تلمع من جديد دون صدأ، وهذا ما يجعله يصنع غلاف سيارته من ألياف الزجاج البلاستيكي، فيقضي أشهرا في التجارب حتى يحصل على قالب رفيع لا يتجاوز سمكه مليمترا واحدا، ثم يصب في قالبه البلاستيك السائل ليعد هيكل سيارته الخارجي، ثم يوصله بهيكل السيارة الداخلي بواسطة إطار من الحديد الصلب، ثم يزود قلب سيارة الخنفساء بمحرك بقوة 50 حصانا، وهكذا يجهز هانكس كونتهاك سيارته من الداخل والخارج بمنتهى الإتقان. كل سيارة نصنعها بمنتهى الإخلاص، فكأنها مولود جديد. فنحن نصنع بالفعل سيارة من لا شيء، والنتيجة سيارة في منتهى الروعة. يبلغ سعر صناعة السيارة 30,000 يورو، أي أقل ب10,000 يورو من السيارة الأصلية، والفرق بين الموديلين طفيف جداً. أكاد أقول في أول وهلة بأنه لا فرق بينهما. المقاعد تختلف عن الأصلية، الشكل هو نفسه أو لنقل مرمم. كان لدي موديلا مماثلا لكن دون مقاعد من الجلد. كانوا يستخدمون في البداية قماشا من نوع خاص. إن المواد الحديثة والتقنيات المحسنة جعلت من سيارة هانكس جونتهاك الجديدة ملائمة للحياة اليومية أكثر من السيارة الأصلية، فهي صالحة للذهاب بها إلى العمل كل يوم رغم أنها تعبق برائحة أجواء الخمسينيات.